إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسمعت من بعض الإخوة ما قالوا من أنه كان هنا في مدينة العيون سينعقد اجتماع كبير لجماعة التبليغ، وأني أشكر من كان سببا في عدم تحقق هذا الاجتماع، لأن اجتماعات الخير يفرح بها، اجتماعات من يدعو إلى تصحيح عقائد الناس وعباداتها وأخلاقها وسلوكها يفرح بها، أما الاجتماعات التي تفسد عقائد الناس وعباداتها وأخلاقها وسلوكها لا يفرح بها. جماعة التبليغ كما يسمون أنفسهم، أو كما اشتهر أنهم يسمونهم بهذا الاسم، أو الأحباب محمد الياس كندهلوي، وهم يسمونهم بالياسوية، هذه الجماعة أو هذه الفرقة اسمها الياسوية، كما أن هناك أيضا فرقة أخرى في مصر اسمها البناوية، فيسمونهم بالإخوان وهم أتباع البنا. ولا شك أن أصول الدعوة الصحيحة كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن هي الدعوة إلى التوحيد. فإذا كانت الجماعة لا ترفع رأسا بالتوحيد فلا اهتمام منها به دعوة إليه أو تحذيرا من ضده، بل إن مؤسس هذه الجماعة عرف عن بعض الأمور التي وقع فيها، كمكثه عند قبر رشيد الكنهوكي أو هكذا من أسماء شيوخهم، وهذا ذكروها وبينوها، وعندهم الطرق المعروفة الجشتية، السهروردية، القادرية، النقشبندية. وفي المقابل لهذه الجماعة اليسوية الجماعة البناوية التي مؤسسها معروف عنه عكوفة عند قبر سنجر، ودعائهم واستغاثتهم والتوسل وغير ذلك، فجماعتين مؤسسيها يقع منهم هذا الشرك. فإذا كان هذا الرأس فماذا عن باقي الجسد؟ إذا كان هؤلاء مؤسسوا هاتين الجماعتين فماذا عن الأتباع الذين لا يزالون يثنون على مؤسسي هاتين الجماعتين؟ فجماعة التبليغ أو الياسوية أصلت أصول، من هذه الأصول الأصول الستة، وأولها كما يقولون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فيقولون في بيان معناها إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وجعله عليه خالق الأشياء، لا محي لا مميت لا رازق لا إلا الله، فيفصلون في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، بل عرف ما عرف عنهم من بعض كلمات الوحدة، أي وحدة الوجود وغير ذلك، وهذا مشهور، ولسنا نتحدث عن هذا من باب التخرص، بل هذه حقائق في هذه الجماعة يعرفها من سبرها وغاص غورها وأدرك ما عندها، خاصة في بلاد العجم في بلاد الهند، لأن بداية دعوته كانت في الميوات مع الميواتيين، وكانت طبقة ضعيفة وفقيرة، فتأثروا به فأثروا على من عندهم من
بعض التجار فأثر بعض التجار على بعض العلماء، ثم تأثر بعض علمائهم بهذا فأتوا إلى العرب فأثروا على هذا التسلسل الذي حصل. فيأتون بهذه الكلمة وهذا التفسير فيها، ثم يأتون بالصلاة ذات الخشوع والخضوع، ويعنون بها من حيث الهيئة، أما من حيث الأفعال المطابقة للأمور السنية لا يتكلمون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يسمون بالذكر أو غيره أو العلم، كل هذه أنا لست بصدد تتبع هذه التأصيلات التي يذكرونها، ولكن الأمور التي يمارسونها لا يذكرون فيها العلم الشرعي ولا الأدلة الشرعية، إنما يقولون نحن نتكلم عن علم الفضائل ولا نتكلم عن أمر المسائل، فالكل يذهب، وذلك بناء على أصل فاسد عندهم، وهو أن نترك الخلافيات، وهذا الأصل الفاسد هو نفسه الأصل الذي عند الجماعة البناوية التي تقول نجتمع فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا بترته الجماعة بقولها الخلافيات مطروحة، وأيضا عبارة أخرى يقولون السياسيات، وهم يتركون السياسة سياسة، وإلا فهم أهل سياسة، فيتركون هذه من باب المكر في أمور أخرى يحققون بها مآربهم. شكك في خروج هذه الجماعة والزمن الذي خرجت فيه، ونسبوا ذلك إلى ما يتعلق بالحكومة الإنجليزية، وذلك في إضعاف جانب الجهاد، فأخرج الطائفتين، طائفة القاديانية التي أخذت وادعت نبيا، وطائفة أخرى التي عطلت الجهاد. فمعروف عن جماعة التبليغ أنها لا ترى الجهاد، كما هو واضح في أيام أفغانستان أنها تأتي للمجاهدين في الساحات وتقول اتركوا الجهاد واخرجوا معنا، فيرون أن هذا الأمر الذي هم فيه هو الصحيح، أنه هو الجهاد في سبيل الله الحقيقي. ولا شك أن الجهاد إذا تحققت شروطها المعروفة التي أفتى بها أهل العلم فهو جهاد صحيح. وأما ما يقع اليوم في غالب كثير من البلاد الإسلامية فهو ليس بالجهاد، إنما أغلبه إفساد. أما هذه الجماعة فترى أن دعوتها وخروجها هو الجهاد، المعني بجميع النصوص الواردة في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنطبق عليه لغدوة أو روحة أو هكذا، فينزلون كل أحاديث الجهاد الذي هو مقاتلة الكفار ينزلون على جماعة التبليغ. فيأتون أيضا إلى مسائل أخرى، فهم يقولون هذه الأمور نجعلها بالترتيب وليس بالتحديد، والحقيقة أنها تحديد لا ترتيب. وأول ما يبدأون بتحديد الوقت، ومعلوم أن العبادات أوقاتها هياتها أعدادها زمانها مكانها، منها ليلية ومنها نهارية ومنها ما هو جماعة ومنها ما هو منفرد وغير ذلك، كل هذه لابد لها من نصوص شرعية بحسبها وبذاتها، وكل عبادة لها نص شرعي مختص لا يكون فيها القياس. فهذا لا يعملون به، بدليل أنهم يبدأون مثلا لو ذكرنا في اليوم ويقولون ساعتين ونصف أقل القليل، ويعنون بهذا العشر، لأن اليوم 24 ساعة فأقل القليل، والسنة حسنة بإيش؟ بعشر أمثالها. فإذا عملنا أحبابنا الكرام ساعتين ونصف كأن عملنا اليوم كله، أو أقل أو يكون ثمان ساعات وهو الثلث، وثلث كثير. هكذا كل شيء يستدلون فيه بنصوص يظنون أنها فرق بين صحة الدليل وبين صحة الاستدلال، فالقوم لا يمارسون صحة الاستدلال بالدليل الصحيح، إنما يريدون الدليل الصحيح ويتلاعبون بالاستدلال به في أمر لا يصح فيه. واضح. أمر آخر وهو ما يتعلق، وتجاوزنا اليوم إلى الأسبوع، وهو عندهم حل ما يسمونها بالمشورة أو بما يسمونها بالمقامية والانتقالية، الجولتين الجولات،
فتأتي للجولة المقامية فيستدلون عليها بآيات من القرآن، والجولة الانتقالية بآيات من القرآن، فالمقامية عشيرتك أنذر عشيرتك الأقربين، وبالجولة الانتقالية أم القرى ومن حولها، وهكذا. كل هذا يريدون فيها أدلة، وثلاثة أيام من كل شهر يريدون لها أدلة، وهي متعلقة بالفعل. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله، فإذا نحن يا أحبابنا الكرام خرجنا ثلاثة أيام في الشهر كأنما خرجنا العمر كله. هكذا يستخفون من معهم، فغالب الجهلة يسمعون مثل هذا الكلام ويظنون أنها فعلا أدلة صحيحة تشفع لهذا الفعل الذي هم يمارسونه بأنه عمل صالح يتقرب به إلى الله. والصحيح أن هذا تعبد لله بما لم يأتي فيه دليل صحيح، وهذا الدليل إنما هو في الصيام وليس هو في الدعوة. أمر آخر أيضا ما يتعلق بالأربعين يوم، بل إن محمد يوسف كندهلوي كما في كتابه حياة الصحابة لما تكلم في الأربعين يدلك على أنهم يرونها من باب التحديد والجزم والعتبة أيضا، باب الإنكار على من لم يكمل الأربعين، باب الإنكار على من لم يكمل الأربعين. ثم أورد ما قاله عمر لمن عاد من الثغور وهو لم يتم الأربعين، فقال هل لا أتممت أربعين، هل لا أتممت أربعين، فجعلها في باب الإنكار على من لم يتم الأربعين. كذلك الأربعة أشهر، كل ما تأملت في أفعال هؤلاء القوم يرونها على التعبد، بدليل أيضا أن أحدهم لو أنه خرج لجعل المدة الزمانية التي يخرج فيها محددة بتلك الثلاثة أيام، بل لو كان مقصرا في الثلاثة أيام ورجع مثلا 60 ساعة كان خروجه لابد أن يكمل 12 ساعة في مكان آخر قبل أن يعود إلى أهله حتى يتم 72، يتم 72 ساعة. تعرفون شو معنى 72 ساعة؟ يعني 24 24 24، هذه 72 ثلاثة أيام، ما ينقص من ذلك أي لحظة. بل حتى لو أتى لا يزور أرحام، لا يزور أقارب، لماذا؟ لأنه خرج من أجل الدين وليس من أجل الدنيا. زيارة الأهل وزيارة الأقارب والأرحام تقسي القلوب، فلا بد أن يجلس في هذا المكان. أنا سمعت من هذه الأشياء الشيء الكثير ممن خرجوا معهم، ممن أدركوا شيئا من أمورهم، بل بعضهم بايع كما هو أحدهم في السعودية عندنا صرح بهذا، اسمه الشرقاوي، صرح أنه بايعهم ووصل إلى درجات كثيرة معهم. على كل، هذه الجماعة يحتجون ببعض تأييدات أهل العلم لهم، من ذلك ما ينقلونه عن الشيخ بن باز، من ذلك ما ينقلونه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، ومن ذلك ما ينقلونه عن غيرهم. نعم، الجماعة لم تكن معلومة الحال في بداية أمرها، وكان يظن بها خيرا، وهناك ثناءات عامة بالجملة، ثم تبين الحال. والشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه كان قبل أن تكون الجماعة، فأتت الجماعة وله لم يعلم حال الجماعة، ومع الأيام تبينت الأحوال للجماعة، فحال كان فيها لا يعلمها وذكرها خيرا بالجملة. ثم تبين بعض ما عندها من مخالفات في العقيدة، ف أثنى عليها في جوانب الجهد وذمها في جوانب الإيش العقائد، وقال عندهم في العقائد. ثم مسألة أخرى نصح عامة الناس اللي يخرجوا معهم وأن لا يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم. أيضا هل من تقول لا يخرج معه إلا من يعلمه زكيته ولا ذكيته؟ فهي ليست تزكية إنما هي تذكية. فقال الشيخ يقول اخرجوا معهم وعلموهم، إذا أنتم لستم أهلا للتعليم، أنتم ليس عندكم كذا. فالشيخ كان يقول ذا آخر الأمر الذي استقر عليه رأي الشيخ فيهم أنهم من 73 فرقة المتوعدة بالنار، وهذا معلوم ذائع شايع عنه رحمه الله. كذلك غيره من أهل العلم مثل الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، لما أرسل الشيخ بن باز أن يذهب لهم، والقصة يبدو شيخنا صالح يعرفها، فذكر وكتب وأثنى عليهم لما شاهد ما شاهد من حالهم، ولكن لما تبين له بعد ذلك سمعنا منه في الإنكار على هذه الجماعة وبيان حالها. فكثير من أهل الفضل وأهل العلم
كانوا ذهبوا مع الجماعة، ومنهم شيخنا أيضا سبق أنه ذهب، ونحن أيضا ذهبنا معهم فترة من الزمن، وعلى ما سمعنا عنهم من الجملة العامة، لكن لما تبينت أحوال القوم، ولذلك لا يستمر معهم طالب علم، لا يمكن أن يستمر معهم طالب علم، لأنه يرى ما يخالف العلم، فهم يريدونه كالحيوان، يريدونه كالحمار، لا يفهم، لا يعلم، لا يتكلم، بل لو رأوا منه شيئا من الإنكار أنكروا عليه، بل ربما عزلوه من الجماعة ولصرفوه من الجمع، ولو لحجموه حتى لو كان ذا علم معهم، يجعلون الجاهل يتكلم وهو لا يتكلم فقط، لأنه يرون أنه ليس أهلا للدعوة إلى الله، بل هو حاجة للدعوة إلى الله. وعندهم نظرة تكفيرية للمجتمعات، بدليل أنهم إذا أتوا مجتمع قالوا ما شاء الله نحن فتحنا هذه المدينة. هاي أي مدينة؟ مدينة من؟ مدينة المسلمين. تأتونهم تقول أنتم فتحتوها، وش كانوا كفار؟ يرون دعوتهم أنها غزو، والاستجابة لهم أنها فتح، واستماع الناس لهم أنها دخول في الإسلام، كأنه أمر جديد. ثم يرون من يذهب إلى جمعهم خير من يذهب إلى مكة. وسمعت من أحدهم أن يقول إننا نجتمع وليس نجتمع في هذا الاجتماع للرجال والدعوة والذكر، بل حتى مكة لو ذهبت اختلاط ومنكرات وشهوات وشبهات، فهم يثنون على جمعهم بما يفوق الجمع في مكة، بل يرون أنفسهم أنهم يجتمعون أكثر، كما في بنغلاديش في دكة، وكما في الهند، وكما في ريواند في باكستان، وفي الهند في حضرة نظام الدين الذي هو مليء بالقبور وبالشركيات، ليس بينهم وبينه شيء، ومع ذلك يقول نحن نذهب دعوة في العالم وننتقل للعالم، وبجوار مركزهم الشرك، بل في مركزهم مدفون مؤسس فرقتهم، والذي يليه والذي يليه. بل إنهم زاروا الشيخ في عام 407 في الحج، الشيخ بن باز، تكلم معهم نصحهم في مسألة البيعة عندهم، مسألة اللي في الذكر، ومسألة اللي القبور اللي عندهم في المسجد، فنصحهم، فقالوا يعني بمجمل ما يقالوه إن هذه أشياء منها ما نقره ومنها من هم قبلنا ومنهم ومنهم. فلما مات آخرهم اللي هو إنعام الحسن دفنوه في نفس المكان، ودفنوه مع هؤلاء القوم، فدليل على أنهم أهل تلون وأهل مكر وأهل خديعة، وهم سائرون على ما هم عليه ويتذرعون بمن يوافقهم بالجملة. جماعة التبليغ الصحيح أنها جماعة خطت خطا آخر بخلاف ما عليه السلف، والدليل على ذلك أن لها منهج ولها دعوة ولها طريقة ولها أسلوب يغاير تماما ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وما عليه الدعوة السلفية التي استمرت على ذلك. ولو أتيت أحدهم يقول نحن على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونحن هل الصحابة عندهم هذه الأمور؟ هل الصحابة عندهم هذه التقسيمات؟ هل الصحابة عندهم هذه الأشياء؟ الصحابة طلبت علم، الصحابة تعلموا القرآن والسنة. هؤلاء يجلس الإنسان، لو قلنا لكم يا جماعة التبليغ مات القضاة ومات العلماء، اقضوا في مواريث الناس ودمائها، اقضوا في أعراضها، اقضوا في حياتها، قوموا بشؤون الناس، هل عندهم ما يقوم بذلك؟ إذن ما هذا؟ الدعوة كاملة والدين كامل، وأنتم من أنتم؟ ولذلك هي شر وليست خير، هي تفرق ولا تجمع. ولو أنك حصل منك شيء من التنبيه على ما هم عليه ذهب الأصل الرابع عندهم إكرام المسلم، فالمسلم عندهم هو الفرد في الجماعة أو الذي لا يخالف الجماعة، فالناس عندهم معارض وعندهم محب وعندهم طالب علم وعندهم صاحب لهم، فالمعارض هذا يتقونه بأي وسيلة، والمحب ملعوب عليه مركوب لقضاء مآربهم، والمحب لهم من الجماعة يكون موافق لهم فيما يأتون ويذرون، وهكذا. وهم أهل حيل وتحيل في البلاد التي لا يسمح لهم فيها، يمارسون جميع أنواع الحيل من أجل أن يحققون ما يريدون، يجيزون الكذب، يجيزون كل شيء. بل إن أحدهم مرة سمعته يتكلم بأنه منع، فإذا به يمر على الجوازات ولا أحد يقول له شيء، ويركب الطائرة ولم يقل له أحد شيء،
لدرجة أنه ركب الطائرة ولم يختم جوازه وليس معه تذاكر. فقلت هذا متحايل سارق يركب بدون أجرة. على كل هؤلاء وما يفعلون وما يقولون يرون أنها لهم كرامات وهي في الحقيقة يعني تحيلات. جماعة التبليغ لو أردنا أن نتكلم بجميع ما يفعلون ويمارسون نجد أن دعوتهم قامت على بدعة وهي في بدعة وهي مبنية على حلم هندي. كل هذه الدعوة قامت على حلم هندي. تعرف ايش معنى حلم هندي؟ ليس استسخارا بالهنود ولكنها قامت على رؤية منامية لهندي. هكذا دعوتهم كلها قامت على رؤية منامية وهم يصرحون بذلك أنه نام وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا لا أنه نام في المسجد النبوي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اخرج كنتم خير أمة أخرجت في سبيل الله فالخروج هو الخروج واخرج. فهو خرج لما خرج خرج الناس وهذه دعوة الخروج فهم أهل الخروج. واضح؟ فجماعة التبليغ تبين للناس أمرها فهم لا يفرحون بالدعوة الصحيحة للعقيدة الصحيحة فلا يصححون العقائد ولا يصححون العبادات ولا يصححون المعاملات ولا يصححون الممارسات والأخلاقيات والسلوك. كل هذه ليس لهم فيها سهم. ما هو سهمهم؟ في الزهديات والصوفيات، بل تجده مع من هو معه من أجمل ما يكون، بل إنه ليمارس مع الكافر حسن الخلق، ومع من لا يرى بدعته يمارس معه أشد ألوان المكر. وللشيخ مواقف معهم في أفريقيا لدرجة أن بعض أهل البدع والفرق هيئت للمشايخ لما زاروهم مشاركات، وأما جماعة التبليغ فمنعت. لماذا؟ لأنها لا تريد الدعوة السلفية الواضحة النقية، بل يسمونكم وهابية. لماذا؟ تنفيرا للناس مما هم الحقيقة. جماعة التبليغ شر انتشر وذاع وشاع في البلاد، وأيام الحرب الروسية في أفغانستان كان مركزهم قائم في روسيا، وإلى الآن لهم مركز في إسرائيل وهي فلسطين المحتلة. فالقوم على ما هم عليه ويؤيدون ويدعمون، ومعروفة أمورهم وخفاياهم، فانكشف سترهم وانفضح أمرهم. ولكن سذاجنا لا يزالون معهم لأنهم لا يعلمون حقائق هذه الأشياء، ولو علموها والله لسبقوكم في ترك هذه الفرقة وهذه الفرقة. ولكنهم بعضهم مغرر به ولا يعرف هذه الحقائق، وهم أهل تأصيل في تنفير، فهم أصحاب جماعة خفية في الجماعة الأم. فتجدهم مثلا في المملكة لا يرون للقيادة ولاية عليهم، بدليل أن لهم ولاية خاصة، أن لهم ولاية خاصة، ولا يرون مسؤولية الأقاليم، بل لهم في كل إقليم مسؤول. فهم جماعة وسط الجماعة العامة، فهم جماعة سرية وسط الجماعة العلنية. فجماعة المسلمة تخضع لولي أمرها سمعا وطاعة في العموم، وليس عندها ظاهر وباطن. ولكن هذه الفرقة تعلن شيء وتخفي شيء، فتجده يتبع لرئيس هذه الفرقة، ولهم في كل مدينة لمجموعتهم رئيس. فهم بمعنى حكومة داخل حكومة. هذه هي هذه الفرقة، ويسمونه أمير، يسمونه أمير، ويأمر وله أهل الشورى ويجتمعون الشورى، ومحددة أيامهم. يوم الشورى غالبا عندهم يوم الثلاثاء، والجولة الانتقالية والمقامية محددة، وغالبا ما يكون عندهم حلقة التعليم، وغالبا ما يكون عندهم استقبال الجماعات، وغالبا يكون يوم ليلة الجمعة هي لقاء الجمعة، ويوم الجمعة انتقال الجماعات وتفرقها في الأماكن، والبيان يكون يوم الخميس المغرب بعد، وهكذا ترتيبهم في كل مكان بهذه الطريقة وبهذا الأمر. كفى الله المسلمين شرهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولعل الشيخ إضافة في هذا الجانب. ليس لي إضافة إلا نبه أن لا نغتر ببعض ما يعلنونه للعرب
من أن العرب يقرأ عليهم رياض الصالحين وحياة الصحابة. أما رياض الصالحين فعلى العين وعلى الرأس، معروف كتاب عظيم، كتاب سنن، كتاب تربية، كتاب خير، كتاب توحيد. وأما حياة الصحابة فهو مليء بالأكاذيب وبالموضوعات وبالقصص التي لا أصل لها، يعني الافتراءات على الصحابة رضوان الله عليهم. وألخص ما قاله أخي في 6 نقاط. أولا، هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد بل تحذر منه، وترى أنه يفرق الأمة، وهذا قاسم مشترك بينها وبين بعض الجماعات الأخرى التي أشار إليها الشيخ مثل البنائية. يعني الدعوة إلى التوحيد عنده يشكل جريمة، يفرق الناس. يعني إذا أراد أحد من التوحيد انسحبوا من عنده وتركوا بالمرة، وتخلصوا منه كان خارج عندهم معهم بأية طريقة تبعده عنهم. ثانيا، لا يهتمون بالعلم بل يجهلون أتباعهم، ويعني يبقون السنين الطويلة لا يعرفون إلا هذه الصفات 6 يرددونها وعشر صور من القرآن. ثالثا، يبنون أحكامهم على أولا القصص، ثانيا المنامات الرؤى، ثالثا الأحاديث الإيش الضعيفة والوقائع المختلقة. الأمر الرابع، إظهار إيهام جاهلهم بأنه عالم، وإضفاء هالة عليه بأنه يعني هو الشخص الذي لا يشق له غبار، فيهمون العامة بأن هذا هو العالم وهو الشخص الكبير الذي يجب الرجوع إليه. الأمر الخامس أو السادس، الخامس يعني لا يتعلمون شيئا من الدين طيلة حياتهم، بل يبقون على هذه الطقوس المعينة المحددة. فهم كما يقول بعضهم، مع أنه أيضا ليس بصحيح، يقول نحن نأمر بالمعروف ولا ننكر المنكر، لكن الواقع لا أمر بالمعروف ولا نهو عن منكر، بغض النظر عما عندهم من صلوات ونحو ذلك. والصلاة لو صليتها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرون عليك ولا يعدلون صلاتك حتى لو تركت أركانا من أركان الصلوات. فهم يعني ترك يعني عدم تفقيه الناس في دينهم، مرة يتركونهم على منهجهم الفاسد. الأمر السادس، الكيد، هذا أشار إليه أخي مواقف الكيد لأهل السنة ولا سيما في الهند ولا سيما في موريشيوس جنوب أفريقيا، فقد لاحظنا أنهم يستبعدون كل من يريد أن يلتحق في كلياتهم. لهم مدارس في جنوب أفريقيا، هم مدارس في نيوكاسل وفي دربن وفي غيرها، فهم يعني يرون إذا رأوا أحدا يريد أن يتوجه للعلم الشرعي فصلوا، كانوا ينفقون عليه. ولذلك هم يعلمونه أولا حفظ القرآن على حد زعمهم، الدرجة الثانية يعلمونه اللغة الأردية، لا يعلمونه العربية، بحيث أنهم يدجلون عليه في الأردية ويخدعونه. الأمر الأخير، هناك كتب لا يطلعون عليها العرب مثل كتاب المهند على المفند على المهند، تبليغ نصاب وفيض الباري، وهذه مليئة بالأباطيل والكلام الفارغ والتخريفات. ويعني حتى أن في المهند على المفند يعني يقولون الكعبة الأولياء لا يحجون الكعبة ولا يحتاج أن يطوفوا بها، إنما الكعبة هي التي تأتي وتطوف بقبور الأولياء. أخيرا، التهويل والدجل في النشاط وما أدراك ما النشاط الذي عندهم، وإيهام الناس بأن الرزق يأتيهم من طريق لا يعلمه أحد، يجمعون الأموال والأطعمة في مؤتمراتهم من كل مكان، تأتي من كل مكان سيارات وكذا،
فيوهمون العامة بأن هذه كلها ساق الله إليهم بطريق ماذا؟ الكرامات، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي عندهم والتي لا تعد ولا تحصى. فعلى المسلم أن يتجنب الانتماء إلى هذه الجماعات الفاسدة، والله ولي التوفيق. لكن شيخنا هناك سؤال. نعم. الذين في المملكة هم يتبجحون على أنهم في بلاد التوحيد وعلى أن ليس مثل الذين في المملكة ويتبجحون أنهم معهم لا يعرفون التوحيد. واسمح لي أن أقول لك شيئا، قابلت أحدهم في، أنا عضو في لجنة الأئمة والمؤذنين والدعاة في المدينة النبوية، لجنة هناك تسمى اللجنة الاستشارية العليا، تقابل ترشح الأئمة فقابلت عددا منهم واحد من جماعتي لا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك أبدا. سألته سؤال، ما حكم من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما في شيء. واحد منهم سألته ثلاث أسئلة، فرق لي بين الاستغاثة، من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من يقول اللهم ارحمني بجاه نبيك، أو من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك. فهو أراد أن يجاملني، قال كلها شرك. قلت وأنت بهذا تتخذ طريقة الرافضة، تريد أن تجاملني وتتقي بهذا الكذب. هذه الفرق بينها، الأولى شرك، والثانية توسل بدعي، والثالثة هي التوحيد المشروع. وهكذا هذا أبوهم. فلا نغتر بمن معه من السعوديين، لا نغتر أبدا. والذين معه من السعوديين لو تسألهم في التوحيد لوجدت عندهم خللا، وجدتهم لا يفقهون التوحيد. يقول لك أنا موحد، أنا أعرف لا إله إلا الله. وأنا أقول أسأله سؤال، قد يقول لك ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب هل يجوز نفسرها بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال يقين الصحة لذات الله تعالى؟ قال نعم. ما في فرق بين هذا وذاك، ما في فرق بين وحدة الوجود وبين معنى لا إله إلا الله الحقيقي. وهكذا هذا هو دأبهم، يجهلون الناس ويوقعونهم فيه. بل حتى إضافة بسؤال الأخ فيما يتعلق من السعودية ويكون معهم إن يموت، يعني يذكرون أنهم طلبة علم أو عقيدة سلفية ولكن طريقة تبليغية. الذي ارتضى العقيدة السلفية ألا يرتضي الدعوة السلفية؟ إن كنت صادقا أن عقيدتك سلفية ما تغنيك الدعوة السلفية؟ أنت ترى أن العقيدة السلفية هي الصحيحة، إذن يجب عليك أن تكون لك رؤية بأن الدعوة السلفية هي الصحيحة، والأخلاق والمعاملة والسلوك السلفي هو الصحيح. لا كما يقع أيضا أتباع البناوية والقطبية الذين يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة، فهم يقصدون بعصرية المواجهة الطرق الموجودة العصرية. لماذا لم يقولوا سلفية المواجهة؟ سلفية المواجهة قائمة الصبر على جور الحكام، سلفية المواجهة تقوم على عدم الخروج على ولاة الأمر، سلفية هذا لا يريدونه. فهم يقولون نحن عقيدتنا سلفية وطريقتنا إخوانية، فأنا عقيدتي سلفية لكن منهجي إخواني، منهجي تبليغي، منهجي كذا. إن المنهج إذا خالف العقيدة يفسدها، فلا يستوي الظل والعود أعوج. إذا كان العود أعوج لابد أن يكون ظله أعوج، فكيف يقول عقيدتي سلفية ولكن ظلها أعوج؟ طريقتي خلفية، منهجي خلفي، بدليل أنه يتخذ الأخرى. ثم أضيف أيضا أن الذي يقول أنه سلفي المعتقد تبليغي المنهج في الدعوة، نقول إن سلفي المعتقد لا يرضى بمؤسس لفرقة صاحبها واقع ويدعو للشرك. إن كنت صادقا فكيف ترضى بهذا؟ ثم إنك نعم تقول إنك عقيدتك سلفية ولكن ولائك وقلبك بدعي هندي في الهند،
توجه من كنترول الهند. كنترول الهند هو الذي يأمر جميع الجماعات في العالم الإسلامي يفعل كذا ويجتمع هنا، ولابد من المشورة العالمية التي تعقد في الهند أو تعقد في رايوند في باكستان أو تعقد في دكا في بنغلاديش في تونغي. كل هذه الأشياء موجودة عندها، فكيف تقول أنا من السعودية أهل التوحيد وأهل الدعوة ونحن نخرج مع الجماعة والحمد لله ما أثروا علينا؟ يا مسكين، أثروا عليك من حيث لا تشعر، لأن ولائك أصبح ولاء صوفيا، ولائك أصبح ولاء تبليغيا، تحب من هو عليها وتبغض من لا يراها. نعم أنت في السعودية ولكن قلبك مع التوجيه الهندي، هم يوجهونك. فأنت يا أيها السعودي الذي تخرج مع التبليغ أنت مبتدع، فلا تغنيك انتمائك لبلد معروف عنه دعوة التوحيد أن لا تنتمي إلى هذه البدعة، كما هم الرافضة، كما هم الخوارج اتباع بن لادن، كما هم غيرهم، وإن حملوا جنسية أي بلد لا يعفيهم من عقيدة ذلك الفكر الذي هم انتموا إليه، فهم ينسبون إلى العقيدة التي هم يرونها لا إلى البلد الذي ينتمون إليه. فمن كان صادقا فليكن انتماءه لطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البلد فلا يرفع ولا يضع. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أن يحذر من مثل هذه الفرق وهذه الجماعات. وإني أشكر من كان له سببا في منع تجمع أي طائفة بدعية تخالف الطريقة النبوية أو الدعوة السلفية الواضحة النقية. ولا أعني بالسلفية كما يفهمها البعض أنها السلفية القتالية، السلفية الجهادية، السلفية الدستورية، السلفية الهجومية، السلفية، كل الأسماء هذه انظروا يضاف لها عبارات فيها لف ودوران، فيها تفصيل إضافي يدل أننا لسنا السلفية السنية التي على الطريقة النبوية، ولكن السلفية التي تمشي على طريقة كذا وكذا وكذا، يضيفون إضافات لأنها تفضح أنهم على خلاف الدعوة السلفية ليه؟ الصحيحة، بدليل أنهم يقولون السلفية الجهادية، واضح؟ السلفية القتالية، استحلال دماء المسلمين، أي خوارج. فما ينفعهم كلمة يقولون السلفية. ثم سأختم بكلمة بسيطة، الخوارج هل عندهم مشكلة في الأسماء والصفات؟ لا. هل عندهم شركيات وقبور؟ لا. الذين خرجوا على عهد علي بن طالب كانت عندهم ثلاث مسائل: اعتزلوا الجماعة وكفروا الحاكم وخلعوا البيعة، فما أشبه الليلة بالبارحة. واضحة؟ اختم بها وصلى الله وسلم على محمد. لا فرق بين السرورية والحرورية إلا أن يبدل حرف السين بالحاء، فهي هي حرورية الخارجية.